اللي نقدر نقول لكم على هذا المشكل ديال هذا الواد هو من المشاكل اللي كتارق الساكنين ديال حال القريه منذ سنوات. كان عندنا مشكل كبير هو قبل كان عندنا مشكل ديال الفيضانات، كان دائما كيهجم على الـ على الـ على, الـ على الـ الحي مادام انه حي تقريبا رجع منخفض على هذا الواد، وبالتالي نهار كيجي الفيضانات كنا دائما عرض للفيضانات، سواء في 2009 ولا 96 كانوا فيضانات اللي خطيره هنا ودمرات الخسائر اللي كبدتها الناس اللي خسائر كبيره. كذلك مشكل اخر هو المشكل ديال هذا الواد، هذا كان المفروض انه يكون ديال الفلاحه، هو الان كيتم تصريف فيه المياه العادمه، وبالتالي رائحه كريهه كما شفتوا راه الناس هنا اغلبيتهم كيعانيوا من المشاكل ديال الامراض مرتبطه بهذا الواد هذا. وكان المناشد ديالنا الساكنه المسؤولين بانه تلقى شي حل على الاقل هذه المياه هذه ما تبقاش تلح في هذا الواد، وهذا الواد يتم التغطيه ديالو لانه كيسبب مجموعه من الامراض، والناس دائما كانت كتعاني وكيشوهني هنا تحت المنظر ديال المدينه، والناس اللي كيجوا عندنا راه كنستحيوا انه يدوزوا من هنا من هذه البلاصه هذه، لانه ما لا يعقل اننا مدينه بهذه المدينه في 2022 في هذا الزمان هذا بقى عندها واد اللي كيتصرف فيه المياه العادمه وفي هذه الريحه وفي هذه الازبال هذه، وما زائد انه ما كتخد حتى شي مبادره ديال التنقيه ديالو، دائما منسي فهمتي، دائما منسي هذا الواد هذا، ما عمره تخد شي مبادره انه يتنقى ولا انه يتحيد من الازبال ولا ان هذيك المياه تصرف في جهه اخرى تبعد على المنطقه. نتمنى انه تلقى شي حل، تلقى شي حل باش هذه المياه هذه ما بقاش هذه الريحه هنا تبقى وتغطى، وسمعنا شي مبادره ديال المجلس بانه غادي تغطى، نتمنى انها تنزل على امر الواقع، لاننا ملينا من المشاريع ومن الوعود ومن الهضره ديال الاعلام، بغينا شي حاجه واقعيه تنزل في الواقع وتخدم في الواقع، ملينا من الهضره ديال المواقع، بغينا نيتي تغطى هذا وتحيد هذه الريحه هذه لانها كتشوهنا وتشوه وتسبب الامراض بزاف. وكاينين دراسات ديال بحوث ديال الطلبه اللي دارت على هذا، كاين بزاف الناس اللي مرضين بامراض مرتبطه بهذه الريحه ومرتبطه بهذا الواد هذا. كما شفتوا المعاناة ديال هاد الواد راه بزاف، الريحة ديما يعني ريحة خايبة فهمتي، ضروري يعني ما كتوصل هاد الواد صافي كتعطيك الريحة. وراه كبرت انا هنا راه واحد 28 سنة وزيادة، حاولنا شحال من مرة ولكن بدون جدوى، لا ما كاينش، كيقول لك غنديرو غنديرو ولكن ما دارو حتى حاجة من شحال هادي. راه اكيد اكيد مأثر علينا. الرسالة ديالي كنوجهها للمسؤولين باش يشوفوا من حالة الناس هادو الساكنة ديال الحي القرية بأقرب وقت ممكن إن شاء الله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.